بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدا مع بعض لسن جديد من ليسونز ثيم 3 شابتر 1 ذا نايل اي نو في الليسون ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اكتيفيتي الاكتيفيتي ده برضو مهم ان احنا نفهم منه شويه معلومات تعالوا نبدا مع بعض باكتيفيتي اسمه بلانينج ا تريب بلانينج كلمه بلانينج يعني التخطيط ماشي وتراب يعني رحله التخطيط لرحله ماشي واضح ان الاكتيفيتي هيكلم عن التخطيط لرحله معين تعالوا نقرا مع بعض activity read the following paragraph and answer the questions below last week last week يعني الاسبوع اللي فات Adams and Noah's family Adams and Noah's family عائلة نوها وعائلة آدم want to went sorry to pyramids and zoo فاكرين لما احنا حكينا قبل كده ان هم راحوا للأهرامات ولي حديقة الحيوانات their father finds that they are sitting on table and looking at big map of Egypt باباهم شافهم ان هم بيبصوا على خريطة كبيرة لمصر وطبعا ايجيبت يعني مصر بلدنا حبيبتنا احنا إيه طبعا لازم نكون عارفين ايجيبت اتكتب ازاي فاذر سد الاب قال تو ذم واي ار يو لوكينج ات ايجيبتس ماب انتوا بتبصوا ليه لخريطه مصر ادم سد ادم قال وي وونت تو ميك ا تراب ان ريفر نايل إحنا يا بابا محتاجين نعمل رحلة في نهر النيل. نوها said how should we get there؟ آدم said we will put a plan. إحنا هنحط خطة for this big trip. الخطة اللي هينفذوا بيها الرحلة دي هيبتدوا يعملوا What is your plan for trip? Father said. الأب قال: إيه خطتكو للرحلة دي؟ آدم قال: "We want to get a boat احنا محتاجين بوت قارب اللي هو القارب يعني ده للسفينة سفينة او صغننة اوي يعني عارفين انتوا البوت؟ أصغر كده شوية يعني in the river Nile and the catch fish ده احنا هنمشي في نهر النيل ببوت ونصطاد كمان سمك" This is a great idea great idea يعني فكرة عظيمة to enjoy the wonderful views عشان نستمتع بالرؤية الجميلة while we are on the boat نوها said father told them that it was wonderful idea and asked them to bring their luggage for that trip such food drinks fishing tools قال لهم هاتوا الادوات بتاعتكم كمان اللي هتساعدكم على الرحله دي باراجراف مهم وفي اكتر من معنى ان احنا قبل ما نعمل حاجه ان احنا نخطط لل بتاعتنا هم هنا هيستخدموا النايل ريفر ماشي بيقول لي هنا تعالى نقرا شويه اسئله بيقول لي وات از ذا بلان ذات ادم سجستد طبعا هتقرا تاني الاكتيفيتي وهتقول له بقى الاكتيفيتي زي ما هو ايه زى ما هو قالها بابا هنا سأل what is your plan for trip ايه هى فكرتك للرحلة فهتكتب بقى السطر ده we want to get boat in river and catch fish يعنى هو الخطة بتاعته ان هو هياخد جيت فو... بوت uh, هياخد قارب و فى نهر النيل مش هتكتب هنا الكلام ده انا عاوزك انت تبتدى تدرب بقى او انت تتدر... تتدربي تدربي what did Noah say about ادمز بلان نوها قالت ايه عن البلان دي هنا لو تاخدوا بالكو نوها سيد نوها سيد قالت ايه بقى This is a great idea هي قالت ان دي great idea فهنكتب هنا great idea What did father ask his children to bring with them in trip هو قال لهم هاتوا ايه معاكو طبعا قال لهم هاتوا معاكو الشنطة الكبيرة اللي احنا عليها لوكيج اللي هي الشنطة الكبيرة تعالوا نروح لأكتيفيتي تاني Look at the following بص على اللي جاي ده Pictures of boots Then write the suitable use for each ابتدي بص على الحاجات دي وقول لي هي هتستخدم في ايه طبعا ده بوت كبير جدا هيستخدم في نقل البضائع فنعمله إنه هو carrying goods هنكتبه هنا carrying goods ماشي This boat is used for السيارة طبعا ده طبعا باينة قوي for fishing صح؟ إن إحنا إيه؟ إن إحنا نصطاد. This boat طبعا هنا واضح الناس في رحلة جميلة أهي فممكن نقولها tourism اللي هي آه السياحة. وطبعا ده دي بتنقل الأفراد بقى دي بقى سفينة سفر بقى دي بتبقى carrying people. Look at the following picture then draw similar boot and color it عندك مربعات فاضية وحاول ترسم الرسمة دي دي بقى عاوزة منك مهارة انك تبقى شاطر شوف هتبدأ بأنهي جزء ما ممكن تساعدك عاوز تبدا بالجزء اليمين او الجزء الشمال انا ممكن ابدا بالجزء الشمال يعني هنا كده اشوف مثلا المربع الاول يعني انا ممكن اعمل ايه أقسمه مربعات 1 مثلا 2 3 4 5 ده انا ممكن اعمل كده ماشي 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 وكل مربع اركز هو فيه ايه وابتدي ارسمه يعني مثلا المربع ده فيه من فوق كده حته صغيره فاقوم انا عامل كده مثلا المربع نمبر 2 البتاعه دي او الحته دي جايه كده تحت وبعدين ماشيه كده لحد مربع نمبر فور طبعا هي مالت معايا شويه انا ممكن بقى بالاريزر ارسم بالقلم الرصاص الاول ماشي وبعدين اطلع كده لفوق ماشي اهو لحد هنا ده في نمبر فور وبرده هنا كده في ايه في شويه حاجات كده ممكن ان انا اقعد ايه ارسمها ماشي مش شرط يعني ان هي تبقى بيرفكت بالظبط ماشي هنا ده نمبر فايف نمبر فايف في هنا بتاع كده ماشي عامله كده صح تيجي بقى انت ايه تكمل الرسم. عامله كده وعامله كده خلاص وفي بقى ايه واحده عامله كده اهو صح وايه ودي عامله كده انت ممكن ترسمها انت اقعد ارسمها ماشي وفي هنا زي حاجه كده شايل العلم خلاص مش شرط نمشي بالارقام بقى ممكن نرسم. صدقني انا رسمتها جميله قوي سلام يا مستر احمد رسام على فكره انا ما بعرفش ارسم خالص بس انا ماشي على اللي هو بيقوله ومستمتع جدا بصراحه ان هو بيعرف يرسم يعني فانا ان هو ساعدني في الرسم شكرا شكرا والله ان انت ساعدتني انا بعد كده هجيب رسمه وأرسم زيها ماشي أه والون بقى ماشي يعني هتلون ايه حاول ترسمها تستمتع بيها يعني. تعالوا نقرا مع بعض اللي بعده بيقول هنا كاونت اند رايت ذا نمبرز اوف بيسز كارجو اند ايتش بوت يعني هو هنا عاوزك ايه تعد then answer the question put one, put two, put three, put a, put four وبيقول هنا complete اه هو هنا عاوزني اه عاوزني اكتب النمبر بتاع كل واحد فيهم يعني ماشي يعني هنا مثلا اه نقرأ السؤال تاني بيقول count and write the number of pieces of cargo cargo اللي هي الحاملة اللي ايه البضائع دي of each boot and answer طب تعال نقرأ هنا في ثلاثة هم وهنا في 4 يبقوا 7 ماشي وهنا 1 2 3 4 5 فهنا في 5 والبوت نمبر 3 في 3 بس ونمبر 4 ده فيه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 يعني 9 ماشي يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صح 9 بوت نمبر كام كاريس جريتست نمبر جريتست نمبر يعني اكبر رقم اكبر رقم هو 9 يبقى نمبر 4 بوت نمبر وسيلف سبيس كاري ذا ليست يعني اقل ليست اقل يبقى نمبر 3 البوت رقم كام؟ 3 شيب اوف بوت هيلب ات فلوت اون ووتر سيرفيس شكل السفينه بتساعدها ان هي تطفو طبعا السفينه عامله كده فاهم؟ فلما بيبقى في ميه هي بتعرف تكون فلوت فلوت يعني تطفو تبقى فوق زي ما تجيب مثلا ورقه وتحطها على الميه على وش الميه تلاقي الورقه ايه؟ ماشي على وش الميه كده دي كده اسمها فلوت ماشي؟ ده كده اسمه ايه؟ اسمه float ماشي شباب؟ طيب uh, cargo is um, the item that put truck and airplanes carry from the place ده هنقرا تاني cargo is the item that put truck and airplanes carry from place to place ماشي ممكن نقول ان هي ايه؟ نقول نقول ان هي صح كده احنا يا اه شباب اه خلصنا لسن 2 هو لسن جميل قوي ومسلي خالص يعني ممكن ان انتم تقعدوا اه تذاكروه وان شاء الله يكون مفيد ليكم بتمنى لكم باذن الله كل التوفيق كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي